الجديدين الحقيقة اللي يغيبون، لكن لا التشكيلة الأساسية ولا اللاعبين البدلاء سجلوا. يمكن ريال يأخذ جول حتى بهذه الكرة اللي تحول جول. جول لريال بيتيس. ريال بيتيس وفي الوقت القاتل في مرمى ريال مدريد. سانابيريا يعملها ويسجل في مرمى الريال. وفي الوقت القاتل يسجل سانابيريا الباراغواياني الهدف في مرمى ريال مدريد عند الدقيقة 94. يسجل سانابيريا، يعني قبل قليل سجل الهدف لكنه ملغي بداعي التسلل. الآن لاحظ لاحظ لاحظ، يا سلام، كرة الحقيقة لا تصد ولا ترد، لأن الرأسية قوية واللاعب الرائع اللي لعب الكرة السابقة والأروع من سانابيريا كرة مثالية. لاحظ اختار الزاوية الصعبة والرأسية القوية جدا، تبدو وكأنها تسديدة من حق